فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول: عندنا في إحدى دول الاتحاد السوفيتي السابق، يقول: يوجد عندنا بعض المساجد التي للشيعة وفيها علم خشبي منصوب على هيئة الكف. يقول: فيها علم خشبي، علم خشبي منصوب على هيئة الكف، فيه رمز للنبي صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. يقول: هل يجوز الصلاة في مثل هذا المسجد؟ لا، هذه حسينية، ما يجوز أن تصلون فيها، هذه حسينية، ما يجوز للسني أنه يصلي في الحسينيات. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.